الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. إنني المضطر في يمن يجيب، وارث الأرض أنا فيها غريب. قلوبنا كلها متألمة مخنوقة هاي شوي الأيام. خلونا نتكلم مع إمام زماننا عليه السلام. هذا يوم إمام زماننا. إنني المضطر في يمن يجيب، وارث الأرض أنا فيها غريب. على لسانه عليه السلام. قد قضيت الدهر حزنا ونحيب، نادبا في محنتي آل الرسول. كل فجر أنظر الرأس المصاب، وأرى الكرار أدماه الخضاب، ومع الصبح أرى نارا وباب، خلفه قد كسروا ظل البتول، خلفه قد كسروا ظل البتول. شو تسوي؟ أقصد الزهراء في قبر أضيع، فأزور الآلة في أرض البقيع. فوقهم قد هدم البيت الرفيع، ما غفت عيناي عن تلك الذحول، ما غفت عيناي عن تلك الذحول. بعد شنو عندك؟ وبقم وببا خمرا وطوس، مناسبة شهادة إمامنا الرضا عليه السلام. وبقم وببا خمرا وطوس، وبسامرة لنا طابت نفوس، وعلى سطح الجواد وفي قعر الحبوس، باب الحوائج، قتلونا ومآسينا تطول، قتلونا ومآسينا تطول. بعد أينما أذهب ففي قلبي عزاء، وترى عيني قميصا من دماء، لذبيح ظامئ في كربلاء. أينما أذهب ففي قلبي عزاء، وترى عيني قميصا من دماء، لذبيح ظامئ في كربلاء. طحنت أضلاعه جرد الخيول. بعد شنو عندك؟ والتي تكوي فؤادي باحتراق، من بكت حزنا لغى حتى النياق، زينب شدوا يديا بالوثاق، قبرها في الشام عنه لا أزول، قبرها في الشام عنه لا أزول. يا المهدي يا يوم الذي بي تظهر، يا المهدي يا يوم الذي بتظهر، ما تدري بقلوب التحبك تسعار، كم دوب نبقى على الدرب نتنطر، كم دوب كم دوب كم دوب. من ذوق العدالة إلا بدولتك يا إمام زماننا، يا ولي نعمتنا،
يا المهدي يا يوم الذي بيتظار ما تدري بقلوب التحبك تسعار كم دوب نبقى على الدرب نتنطار وامك هل علقت لك شمعة وامك هل علقت لك شمعة زهرة تنتظرك امك والضلع يا ذيها كل ساعة يلتمها ويجف عليها تريدك الزهرة بكفك تداويها والبسمار النابت طلعة تجبر ضلعها وترجع على الخدين طبع الضرب تلقاه بخد ام حسين والصوت تلقى نابت بطرف العين والدم جامد فوق الدمعة بعد يا ابن الحسن يا أبا صالح يا إمام زماننا الزهراء تقول بيوم الطفوف حسين ابن حضرته أرد انظر الراس لكن ما شفته تالي أشوف انعثر بس جفته والرأس ما أدري بوضعه بعد شنو شفتي ولني أشوف مخدرة من الثاية طلعت تنادي يا شيال الراية ولني أشوف مخدرة من الثاية طلعت تنادي يا شيال الراية هل أنا وحش قوم خويا وياي الليلة وحش قوم خويا وياي خل نقصد لحسين شيعة والله خل نقصيد خل نقصد لحسين شيعة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون أريد أذكر الإمام الرضا اليوم بس خلوني أكمل اللي قلناه بالليالي الماضية وهو يرتبط بنبينا كما سأبين إن شاء الله حاول أربطه بإمامنا الرضا أيضا أريد أوصل بالخصوص لما يرتبط بنبينا صلى الله عليه وآله خلاصة ما قلناه بالليلتين الماضيتين باختصار شديد قلنا عظمة النبي صلى الله عليه وآله وأحقية النبي صلى الله عليه وآله نقدر نعرفها من حيثيات متعددة هذا اللي قلنا واحدة من هذه الحيثيات الأمر اللي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وهذا إذا عرفناه أو عرفنا بعض ما يمتاز به بحد ذاته يبين أحقية النبي وعظمة النبي صلى الله عليه وآله طائفة حيثية من الحيثيات ومن خلالها راح ننتقل إلى حيثية أخرى مهمة أيضا أحاول الليلة هالكلام هذا كله أسيطر عليه إن شاء الله تعالى زين ابدينا حيثية ترتبط بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ويدل على أحقية من جهة وعظمة من جهة وأهمية من جهة ثالثة وهلم جرة شنو الحيثية؟ أنه الأمر اللي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسطي من كل جهاته من كل جهاته هذا بالبداية أخذنا إلى بيان ثقافة الوسطية في القرآن على وجه الخصوص ومحاور هذه المادة القرآنية بيناها أيضا في الليلتين الماضيتين قلنا هناك محور تشريعي وهو بموردين وهناك محور قصة وهناك محور عقدي عقائدي كل محور هم جبنا آياته وتكلمنا به مفصلا وانتهينا من كل ذلك ثم انتقلنا ليلة البارحة إلى مصاديق الوسطية في الشريعة الإسلامية وجئنا بالمصداق الأول في الليلة الماضية وهو إذا يتذكروا الأحبة أخذ منا ساعة البارحة التعاطي الوسطي مع تركيبة الإنسان أو ما تقتضيه إيش خلي أعبر ما تقتضيه تركيبة الإنسان المكونة من جانب ومن جانبين من جانبين والبارحة قلنا شنو الجانبان جانب مادي وجانب آخر هذا يمثل الجسم ذاك يمثل الروح هذا شنو يحتاج ذاك شنو يحتاج
الدور جينا جبنا فرقنا مثلا عن اليهود والنصارى في نظرتيهما اللي بيها إفراط وتفريط وبهذا تكون مو صحيحة، وجبنا النظرة الإسلامية الراقية المكتملة وبينا كل ذلك ليلة البارحة. المصداق الآخر لوسطية الإسلام من بعد ما انتهينا من المصداق الأول، هاي تقريبا تلخيص كل ما فات بدقائق معدودة. المصداق الثاني، إذا كل شيء التفتوا لي الشباب أدري بألمكم، أنا متألم أكثر منكم، متألم أكثر منكم ومتابع الوضع بالثواني، يعني أدري كل متألم، أدري بالي وبالك وين، كل شيء أدري، كل شيء أدري. ولكن أنا أكو عندي عقيدة ما أدري بعد، أنه مجالس الحسين ما تعطل في أي ظرف، هذا في الشيء مقتنع به ومعتقد به، يعني مو تنظير، نعتقد به مجلس الحسين ما يتوقف في كل الظروف، مع أن قلوبنا ووجودنا كله مع شبابنا ومع المطالبات المشروعة وهذا لا نقاش فيه، بس يبقى مجلس الحسين يجب أن نحافظ عليه، هذا شيء يرتبط بعقيدتنا بديننا ممكن تفريط. جيد، المصداق الثاني خلي بالك يمي، وطبعا هم كلمة صار لي يوم أنا أتكلم، أنا مع أني صار لي 6 سنين ساكت ما أسولف، بس هو الوضع يجبرني، إيش أسوي يعني، الوضع يجبرني. هم كلمة أقولها للتاريخ، كل ما يجري الآن في بلدنا سببه السياسيون، كل ما جرى وكل ما يجري هم سببه وهم المسؤولون عنه أمام الله وأمام الناس وأمام التاريخ، وما أستثني واحد منهم، وأحملهم المسؤولية جميعا وكل الدماء برقابهم، وكل ما يجري هم مسؤولين عنه. نقطة رأس السطر، وكل واحد يحمل مسؤولية غيرهم مشتبه، مشتبه. هم المسؤولون لما آلت إليه الأمور، وهم اللي يجب أن يحاسبوا بكل وضوح وبكل صراحة ومن دون أي مؤاربة لو مزاح مع أحد، دماءنا مو رخيصة، هاي شهادة أقولها للتاريخ سجلوها. أرجع البحث، المصداق الآخر من مصاديق وسطية الإسلام، والله ما أدري شو أعطي عنوان، مش أنطي عنوان حتى يكون دقيق. شوفوا مثلا سأخلي أبين المحتوى بعدين أنا وياكم إن شاء الله نتفق على عنوان، يعني إيش خلي أعبر، حالة الوسطية الإسلامية اللي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وآله في تربية الناس وتهذيب الناس، أيضا لا إفراط ولا شنو، ولا تهذيب، لا شدة مفرطة، لا شدة مفرطة ولا ميوعة هم مفرطة، ما وياي الأحبة نفس المثال اللي جبته بالمصداق الأول خلوني أكرر الليلة، يعني مع اليهود ومع النصارى، التربية التلمودية، التربية التلمودية يعني اليهودية، التربية التلمودية تمتاز بالشدة، معروفة شدة، قسوة، غلظة، وهم يؤمنون بذلك، وماكو مكان للرحمة في أدبياتهم وفي ثقافتهم أبدا، خصوصا مع غيرهم لا مكان للرحمة، معروفون بذلك، تاريخهم هكذا يقول، سابقا واليوم وبكرة، قوة، غلظة، شدة، يربون أجيالهم وأبنائهم على ذلك، يغذوهم على ذلك، وأتصور تشوفون أنتم غلظتهم وقسوتهم وشدتهم يعني ترونها. بالمقابل تعال شوف التربية النصرانية تميل للشنو؟ للميوعة الزايدة، يعني تماما بعكس الحالة التلمودية اليهودية تماما، الميوعة الزايدة الزايدة الزايدة، بل ينظرون لفكرة القربان وما قربان، يعني عيسى بما أنه تعرض لما تعرض له
من قتل، وهم يعتقدون أنه قتل، اليهود قتله وقتل بطريقة بشعة هم يقولون، انتبه لي، فيقولون قتله بقتله اشترى ذنوبنا والله يكفر ذنوبنا، وبعد احنا شنو نسوي؟ رب العالمين يحاسبنا لو ما يحاسبنا؟ ما يحاسبنا، لأنه دم عيسى هو اللي يكفر شنو؟ يكفر ذنوبنا، هيك يعتقدون. ولهذا مالوا إلى الميوعة الكاملة. لا الأول صح ولا شنو؟ ولا الثاني صح. لا هالشدة الزايدة هاي الغلظة صح الإسلام يقول، ولا هالميوعة وهاي هم حالة هذا هم صحيح الإسلام يقول. تقول لي نظرية الإسلام شنو؟ نظرية الإسلام الإنسان إذا تاب إلى الله ارتكب ذنبا وتاب، رب العالمين يقبل توبته لو ما يقبل؟ ها؟ يقبل توبته، يقبل التوبة، القرآن الكريم التوبة، بل يبدل سيئاته شنو؟ حسنات. فمن هالباب أكو رحمة وشنو؟ وحنان وعطف ورأفة، يقبل التوبة. زين، ومن جانب آخر ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة. هنا نهم شنو؟ قوة. لا قوة، قوة لغة قوة، حتى هذا اللي يريد يعتدي على الناس يوقف حتى يخاف. الإسلام اعتمد على الجانبين، وكل جانب بمكانه صحيح، كل جانب بمكانه شنو؟ صحيح. وقت الرحمة رحمة، ووقت القوة أم شنو؟ قوة، قوة. لا هذا أفرط به، لا ذاك هم أفرط به، ثنياً بمكانهم صحيحات. فالإسلام شكل حالة وسطية لو ما شكل حالة وسطية؟ شكل حالة وسطية، شكل. مثل ما بالمصداق الأول شكل حالة وسطية، بالمصداق الثاني هم شكل حالة شنو؟ وسطية. واضح؟ انتبه لي، كلش انتبه لي، شكل حالة وسطية. شوفوا أضرب لكم مثال قرآني، سواء كان ما تحضرني كل آياته، لأن بعض الأمور أنا ما أحضر لها، على المنبر تجيني، أسميها من وحي المنبر. مثلا شوفون القرآن الكريم يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. إذا جماعة يردون سلم أنت هم شنو؟ دخل سلم. إحنا مو دعاة حرب. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كما يعبر القرآن الكريم، احنا مو دعاة حرب. ولكن بالمقابل جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذه بمكانها صحيح، وذيك شنو؟ جاهد الكفار واغلظ عليهم، أصلاً هتكون عندك غلظة على المنافق، هيشوفون فيك غلظة هم. القرآن الكريم عاد شو يقول؟ من جهة يقول له ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، لو أنت غليظ يعوفوك، بس أنت أخذت الناس بأخلاقك ورحمتك، لمن يستحق الرحمة والرأفة؟ هنا يقول للمنافق اغلظ عليه، كون يصير غليظ عليه وقوي عليه وتجاهده والضربة. هاي بمكانها صح، ذيك بمكانها صح. لا بكل الموارد قوة كما يتصور اليهود، ولا هم بكل الموارد كما يدعي أنه كل الموارد كذا. لا هاي صح لا ذيك صح، الحالة الوسطية وكل شيء تخليه بمكانه هو الصح. هاي ثقافة الإسلام، هاي ثقافة الإسلام، ثقافة وسطية. هسه هذا هم مصداق ثاني ومو مصداق ثاني، وين الشباب؟ هذا مصداق ثاني واضح، مصداق ثالث. هسه أنا أحاول كل مصداق أخليه باتجاه من الاتجاهات حتى ننوع، يعني مو مثلا كله بجانب فقهي وكله بجانب عقدي وكله بجانب، نخلي جانب اقتصادي، جانب اجتماعي، جانب عقائدي، جانب تشريعي. يعني مثلا الجانب العقائدي هسه مو إلا قرآن، الجانب العقائدي أئمتنا قالوا لا جبر مال السنة، لا تفويض المعتزلة، أمر بين الأمرين، حالة وسطية لو مو حالة وسطية؟ حالة وسطية. هاي الحالة وسطية عقيدة. باوعلي باوعلي باوعلي، شوف الإسلام إيش قد عظيم.
هاي حالة وسطية عقيدة، لا جبر لا تفويض، أمر بين الأمرين. حالة وسطية عقيدة. مثلا أجيب لك شريعة، شوفني أجيب لك شريعة، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت. هاي شنو؟ شريعة. وذيك شنو؟ عقيدة. أجيب لك قضية أخرى ترتبط ماشي، تخليها وين تخليها؟ ما أدري، تخليها بجانب اقتصادي، تخليها بجانب آداب عامة، يعني اجتماعي، ما أعرف وين تخليها، ما أعرف. أنت يمك، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. حالهم شنو؟ وسطية، هالجانب هذا. واقصد في مشيك. لقمان يقول لابنه، شنو يعني اقصد في مشيك؟ يعني لا تمشي مشي متكبر، ولا تمشي همشي شنو؟ ذليل. من تمشي لا متكبر لا شنو؟ لا ذليل، وانما حاله وسطيه. هسه هذا شنو عبر عنه؟ جانب شنو؟ اجتماعي؟ مثلا اجتماعي. شوفوا امتداد، خليني اعبر، امتدادات الحاله الوسطيه في الثقافه الاسلاميه، امتدادات، خوش تعبير. شوفوا الامتدادات. قضيه اخرى، هذا انت تطيع عنوان، انا ادري شنو عنوانه بس اريدك تطيع عنوان. ولا تجعل يدك ممدوده شنو؟ الى عنقك، ولا تبسطها كل البسط. هذا يا جانب، ولا تجعل يدك مغلوله لا تبسطها كلها. اقتصادي، جانب اقتصادي. لا كلش تسد يديك بحيث لا تعطي الفقير، لا تساعد محتاج، لا تعطي حق الله لا حق رسول. يا بليش ما تعطي؟ تقول والله خاف فلوسي خلصان، مثلا ضام لي كم فلس الدورات الدنيا ما اعرف ايش. خذ هذا هم ضم، ماكو مشكله، بس حق الله انطيه، حق الله انطيه وضم، ماكو مشكله، ماكو تعارض. لا كلش تسد ايدك، ولا بنفس الوقت هم شنو؟ تنطي كل ما عندك وعائلتك شو تصير؟ جوعانة، محتاجة، ذليلة، ما تدعي للناس، لا ذاك صح ولا هذا. ولا تجعل يدك ولا تبسطها، لا هيك لا هيك. فحالة وسطية معتدلة، أكل اشرب ضم لك كم فلس ماكو مشكلة، بس حق الله انطي الفقير ساعده إلى آخره. حالة شنو؟ حالة وسطية. أقول شوفوا امتدادات، شوفوا الامتدادات، امتدادات الحالة الوسطية في كل المجالات، دينية، دنيوية، اقتصادية، تشريعية، عقائدية، اجتماعية، وهلم جرا. كل المجالات الإسلام اعتمد هاي الثقافة. طبعا هاي تدل على تشريع، تشريع مشرع عالم حكيم، يعني مو إنسان عادي يسوي له شغلة وتفوت عشرة كما هو في قوانين أهل الدنيا. لما يسنون قوانين يسن قانون ينفع جهة ويخرب عشرة، لا مو جهة، يخرب عشرة، الله وكيلك، ينفع جهة ويخرب عشرة. قوانين أهل الدنيا هذا الشيء قاعد نشوفها يعني على المستوى العالم، يعني على مستوى العالم ينزلهم قانون يفيد بجهة ويضر بعشر جهات، ولهذا يضطرون هي يعدلوا 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 يعدلوا. شوف هذا القانون الإسلامي من نزل لليوم هو نفسه، هذا يدل على شنو؟ يقول أنه النبي مثلا هو كما الآن يقول ما يعبر عنهم بالحداثيين، ما يعبر عن فكريين كذا، يقولون أنه النبي كان عبقري، كان يقعد بالليل يفكر ويطلع ذني ويكتبني، يقول نزل عليه جبرائيل. ماكو بشر هيك يقدر ينزل قوانين متقنة محكمة ما بيها أي خلل، أي خلل ما بيها، ما ممكن. مهما كان الإنسان عبقريا تبقى أكو ثغرات بأفكاره، وما تبقى نظرياته، تبقى أكو ثغرات. هذا واضح أن النبي متصل بالغيب المطلق، واضح. عفوني الشباب وياي، صدق وياي، الوقت هم قام يمشي بسرعة، يعني ما أطول عليكم، قام يمشي بسرعة، بقى لنا نص ساعة. أنطيكم مصداق ثالث، مصداق ثالث، موضوع الملكية، امتدادات الوسطية، موضوع شنو؟
الملكية. لا نفي للملكية العامة ولا نفي للملكية الخاصة، يعني لا شيوعية لا اشتراكية ولا رأسمالية احتكارية كما يحصل الآن في العالم. العالم انتقل من اقتصاد الشيوعي الاشتراكي إلى اقتصاد شنو؟ ما يعبر عنه بالسوق الحر الرأسمالي. مو شلو أنا مشتبه، أنا الإسلام لا يقبل بنفي الملكية الخاصة ولا يقبل بنفي الملكية العامة بحيث يصير احتكار. الإسلام يقول أكو ملكية عامة وأكو ملكية خاصة، ولكن لكل شيء من ذني أكو حدود يوم أكو حدود، كل شيء إلى حد. يعني هم نظرة وسطية معتدلة محترمة إلى آخره، كل شيء إلى حد. هذا مثلا مصداق ايش قد رقمه؟ 3 4 مصداق أخير حتى ياخذني الجانب مهم بالنبي صلى الله عليه وآله. مصداق رابع، انتبه لي بالله، عادة العظماء اللي يعيشون مع أقوامهم ثم يموتون عنهم، أقوامهم بمرور الزمان تعظمهم لو ما تعظمهم تعظم، بحيث تصل إلى درجة بعض الأحيان تغالي بيهم يوم تغالي بيهم، تغالي بيهم موجودة. وهناك مقصرة، هناك غلاة وهناك ماذا؟ مقصرة. هسه إذا أرد أجيب نفس المصداق اللي استعملته مع كل مصداق لوسطية الإسلام، مثلا إذا أريد أجيب هم اليهودية والنصرانية، اليهودية كيف تعاملت مع أنبيائها وعظمائها؟ بالتقصير. اليهودية تعاملت مع أنبيائها ومع أوصياء أنبيائها بالتقصير. النصارى شلون تعاملوا؟ بالغلو. الإسلام لا غلو ولا شنو ولا تقصير. طبعا كل مورد راح اجيب له ايه من القران حتى الفكره تتضح، بس انتبه لي. قلت اليهود تعاملوا مع انبيائهم مع اوصياء انبيائهم بالتقصير. مثلا سوره البقره 1، سوره ال عمران 2، راجعوا السورتين، يقتلون النبيين بغير حق. من هم اللي يقتلون النبيين؟ بنو إسرائيل. يحيى من الذي قتله؟ زكريا من قبل يحيى، والد يحيى. يقتلون النبيين بغير القرآن، طالما أشار إلى قتلهم للأنبياء، عدم احترامهم للأنبياء. طبعا مو فقط على مستوى القتل، حتى على مستوى التعامل. يا موسى اجعل لنا إلها، هاي من عبروا البحر وشافوا جماعة يعبدون أصنام، يا موسى قالوا له يا نبي الله، ها مقصرة. يعني لما ما قالوا له يا نبي الله، مثلا يا نبينا أيها مثلا عبد الصالح، يا موسى ابن عمهم اجعل لنا، بدون احترام. مقصرة. اليهود عرفوا بالتقصير تجاه أنبياء، مقصرة، وقتلوا أنبياءهم، وهكذا أوصياء أنبيائهم، اجعل لنا ملكا نقاتل، إن الله قد جعل لكم طالوت ملكا إماما، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال، ما اعترفوا به. إمام، طالوت إمام، إن الله قد بعث لكم طالوت، إن الله قالوا أن يكون له الملك علينا. شنو كيف طالوت يصير إمام؟ هو منو طالوت أصلا حتى يصير إمام؟ شنو طالوت يصير إمام؟ ما كانوا يحترمون لا أنبياءهم ولا يحترمون شنو؟ أوصياء. هاي طريقة اليهود، عبر التاريخ هكذا. زين، مثلا هارون اخلفني في قومي، موسى يقول الهارون خليفة موسى، هارون خليفة موسى. لما رجع موسى أخذ بشعره كذا، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلون، كادوا يقتلون يعني احترموه وما احترموه،
محترم. أقول طبيعة يعني مو في آية، مو في آيتين، مو في ثلاثة، مو في أربعة. طبيعة اليهود ما يحترمون أنبياء، يقصرون حق أنبياءهم، يقتلوهم، يهينوهم إلى آخره، يتهموهم إلى آخره. انتبه لي، النصارى يغالون بيهم، يعني غالوا بعيسى بحيث خلوا عيسى مثلا ابن الله، يو هو الله، وخلوا مريم ما أعرف إيش. لا تغلوا في دينكم كما القرآن الكريم يخاطبهم، لا تغلوا في دينكم. قالوا عن المسيح أنه ابن الله إلى آخره. غلو، هناك تقصير، هنا أنا غلو. إجا الإسلام، تعال أنا وياك سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أنا بشر مثلكم. صار أكو غلو؟ بشر مثلكم، صار أكو غلو؟ أنا مو رب، أنا مو رب. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ماكو تقصير. بشر مثلكم لا للغلو، يوحى إلي لا للتقصير. يعني شلون لا للتقصير؟ يعني أنا صح بشر مثلكم، بس أنا مرتبط بالسماء وأختلف عنكم. أنا مرتبط بمن؟ فلا تقصرون بحقي، لا تقللون من قيمتي، من منزلتي. أنا أمتاز عليكم بارتباطي بالسماء، يوحى إلي. هذا أنتم ما عندكم، أنا هذا عندي. فنفس الآية، بشر مثلكم يوحى إلي، لا غلو لا شنو، لا تقصير بحق النبي صلى الله عليه وآله. لا نقول له أنت الله والعياذ بالله، لا هم نقول له أنت إنسان مثلنا، لا، أعوذ بالله، أعوذ بالله. هو سيدنا ومولانا، بل هو سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والمرسلين، بل هو سيد عالم الإمكان، بل سيد الخلق محمد. فلا غلو ولا شنو ولا تقصير، لا هذا نقبل به لا ذاك نقبل به، ديناتن ما نقبل به. الأمة لما كانت وسطية بكل اتجاهاتها على كل المستويات التي بينت بعضها، صارت خير أمة، كنتم خير أمة. هناك يقول جعلناكم أمة وسطا، هنا يقول خير أمة. صارت أمة تدعو للعدل، أنزل معهم كتابا ليقوم الناس بالقسط. صارت أمة حكيمة عاقلة، ادعو إلى سبيل ربك بالشنو، بالحكمة والموعظة الحسنة. صارت صارت صارت. بعد هنا أنا هذا الكلام يجرني للنبي صلى الله عليه وآله، وهو مهم جدا، إذا كلش تلتفتوا لي. أن هذا الكلام صار لي كم ليلة أسولف حتى أوصل لهاي النتيجة، صدقوني هاي الهوسة كلها حتى أوصل لهاي النتيجة. صارت أمة، صارت أمة رحمة. أمة شنو؟ رحمة. أمة رحمة. وطبعا هنا أكو كلام دقيق أقدر أبينه، بس ما أدري هذا تعب الإخوة. أمة رحمة بكل شيء، أصلا نظريتنا الإسلامية كلها قائمة على الرحمة، كلها قائمة. يعني شوف أقول لكم قضية، القرآن الكريم سورة الرحمن لما يذكر جهنم، بينها وبين حميم آن، حميم آن، حميم، 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 يعني شنو حميم؟ جهنم يومو جهنم، حميم آن. شنو يقول وراها؟ فبأي آلاء ربكما. زين الآلاء نعمة يومو نعمة، آلاء آلاء. زين حميم شنو آلاء ربكما تكذبان؟ مو قاعد يتكلم عن عذاب. شنو فبأي آلاء ربكما؟ شلون يشتمل من بعد ما يذكر؟ يعني أقول هسه هو ذكر أمور كثيرة واضحة أنها رحمة، فيقول فبأي آلاء ربكما، طبيعي. لكن لما يذكر الحميم شنو فبأي آلاء ربكما؟ آلاء إجابة عن حميم. يقول بعض المفسرين تعذيب الكافرين رحمة يومو رحمة، لبقية الناس رحمة يومو رحمة. أنت هذا المجرم، المجرم المجرم اللي يقتل، اللي يفعل ما يفعل، يعتدي على أعراض الناس، يسرق مثلا، يطب بيت
ناس آمنين مثلا، اللي في كل دول العالم يسجنون أو ما يسجنون؟ سجن المجرم هذا اللي يعتدي مثلا على أعراض الناس، لو يسرقهم لو كذا، سجنه رحمة لبقية المجتمع يا مو رحمة؟ والله رحمة، رحمة سجنه رحمة للمجتمع كله، رحمة بل حتى النفس هم شنو رحمة، حتى بعد ما يعتدي شنو ما يعتدي هكذا حتى الأمر رحمة، تخلص الناس من شره ورحمة بالنتيجة. انتبه لي، فأنت ذول المجرمين القتل عبر التاريخ لما رب العالمين يذبهم جهنم يعذبهم، اللي قتلوا الناس وأراقوا الدماء الزكية وتسببوا بما تسببوا به من كوارث، هذا لما رب العالمين يعذبهم رحمة لو مو رحمة؟ والله رحمة للناس رحمة. ولهذا يقول حميم من آن فبأي آلاء ربكما تكذبان، عبر رحمة يا سيدي. هذا أقول أصلا الإسلام كله قام على شنو؟ على الرحمة. هسه ما دام وصلنا لهالمعنى هذا، وإحنا بمناسبة النبي صلى الله عليه وآله، وبمناسبة الإمام الرضا عليه، أخي والله شنو أحكي، وبمناسبة الإمام الرضا، تقرؤون في زيارة الإمام الرضا السلام على الإمام الرؤوف. الإمام شنو؟ الرؤوف. وجد النبي شنو؟ هسه هاي بزيارة الرضا الإمام الرؤوف. طبعا حتى بالقرآن أهل البيت رأفة، وأنا هذا مبين على المنبر سابقا ما أريد أكرره، لأن من أبين هاي المعاني مرة ثانية بعض اللي يتابعون يقول بدأ يكرر. أنا مبين أنه هاي فد مسألة دقيقة طبعا وجديدة ولذيذة، بس قايلها على المنبر، الشيء القايلة أقول قايلة. القرآن لما يجي للنبي عبر النبي رحمة، والقرآن لما يجي لأهل البيت يقول أهل البيت رأفة. صدقون القرآن. ولهذا الوارد في زيارة الإمام الرضا السلام على الإمام الرؤوف هواي دقيق. أهل البيت تجلي رأفة الله، ونبينا تجلي رحمة الله. خو نبينا واضح، وما أرسلناك إلا شنو عمي؟ إلا رحمة، تجلي الرحمة الإلهية، واضح نبينا. أهل البيت شنو الرأفة؟ تجلي الرأفة الإلهية، الله رحمن رحيم، الله رؤوف. الرحمن الرحيم تجلت هذا النبي، والرؤوف تجلت في من؟ بعترته. شلون؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هاي بمن نزلت؟ ومن الناس من يشري نفسه بالإمام علي. شو وقت؟ لما بات على فراش النبي. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والله شنو؟ رؤوف. هسه ليش قال والله رؤوف بالعباد؟ ليش قال والله رؤوف بالعباد؟ بآية علي بن أبي طالب ليش قال والله رؤوف بالعباد؟ وتأملوا ذلك، اقروها، دققوا بها شوية، لا تمرون عليها بسرعة، حرمات. ليش والله رؤوف بالعباد؟ بآية علي بن أبي طالب، لأن هو قبلها قال إذا كذا أهلك الحرث والنسل وكذا وألدوا الخصام وكذا المنافقين، بعدين قال في مقابل المنافقين ومن الناس من يشري، يعني أمير المؤمنين، فصار نفاق إيمان. والله رؤوف بالعباد، يعني رب العالمين ليش خلى آخر الآية لما جاب علي بن أبي طالب ومن الناس من يشري قال والله رؤوف، يريد يقول الله الرؤوف يخلي الناس لقمة سائغة بأفواه المنافقين اللي ذكرناهم قبل آية علي بن أبي طالب، ليوم ما يخليهم الله الرؤوف، ما يخليهم، يعني شو يسوي لهم؟ يدزلهم مثل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، اللي من هو؟ أمير. فإرسال أمير المؤمنين وبعثة أمير المؤمنين صارت مرتبطة بمن؟ برأفة الله بالعباد، مثل ما بعث النبي ارتبط بمن؟ برحمة الله بالعباد. فلرأفة الله ما يخليكم لقمة سائغة بأفواه المنافقين دزلكم مثل علي بن أبي طالب، ولرحمة الله ما يخليكم لقمة سائغة بأفواه المشركين فتزلكم منه محمد. فتجلي الرحمة الإلهية في القرآن محمد، وتجلي الرأفة الإلهية في القرآن أمير المؤمنين وأولاد أمير المؤمنين. ولهذا ورد في زيارة الرضا السلام على الإمام الرؤوف.
شيء جاي مو بمكانه، كل شيء بمكانه، كل شيء دقيق، ثقافتنا الدينية كل شيء دقيق، كل شيء جاي بمكانه، كل شيء قاعد بمكانه، انتبه لي. هسه تقول يعني شنو وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، الله قاعد يتكلم عن النبي رحمة دزيناه رحمة، شنو يعني؟ شلون يعني؟ انا لما جمعت بعض، مو كل، بعض آيات الرحمة في القرآن، لقيت الرحمة في القرآن ممتدة إلى كل شيء. فلما يكون النبي رحمة للعالمين يعني شنو؟ والرحمة ممتدة إلى كل شيء، وكل شيء مرتبط بها في القرآن. شوفني، ستقول لي شلون يعني الرحمة ممتدة بكل شيء؟ أوضح لك. قبل لا أوضح لك، تعبتوا مني؟ بقت ربع ساعة، تحملوني ربع ساعة، بقت الربع ساعة ويا النهي طبعا، كمحاضرة 5 دقائق بقت، و10 دقائق هي النعي، نريد نذكر الإمام الرضا، وبكرة نكمل أنه الرحمة امتدت إلى كل شيء. فلما يكون النبي رحمة للعالمين يعني شنو؟ في المسألة واي مهمة التفتوا لها. وين امتدت الرحمة في القرآن؟ يعني شيخ نعبر، امتدادات الرحمة في ثقافة القرآن الكريم. شيخ نعبر، 1، سعة الرحمة الإلهية لكل شيء. أعيد العبارة، سعة الرحمة الإلهية لكل شيء، لكل شيء، ظهر أم بطن، وسع شلون؟ ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت وسعت. آية أخرى، وسعت كل شيء ورحمة، وسعت رحمتي وسعت كل شيء، كل شيء. شلون آية عجيبة؟ هذا 1. 2، امتداد الرحمة الإلهية لمقام التكوين والخلق. طبعا ومن هنا هسه هاي لأهل الدقة، وإن شاء الله كلكم أهل دقة، أنا ما أتعب زايد، بس حلوة هاي الأبحاث. ومن هنا راح نكتشف من خلال الامتداد الأول والامتداد الثاني الرحمة، أنه الرحمة على قسمين. الرحمة اللي كانت قبل خلق الخلق، والرحمة المرتبطة بعالم الربوبية والهداية اللي امتدت بعد خلق الخلق. اللي الآن عبرت عنها بالقسم الثاني، مقام الرحمة الإلهية في عالم التكوين والخلق. ثم ارجع البصرة، ثم ارجع البصرة، سورة الملك إن لم تخن الذاكرة، الملك ظاهر سورة الملك كذا، ما ترى في خلق الرحمن، في خلق شنو؟ ولهذا قلت الرحمة في مقام التكوين والخلق، ما ترى في خلق الرحمن. هسه ليش قال الرحمن؟ في خلق القادر مثلا، في خلق شنو؟ بقية أسماء الله البصير، في خلق العليم، في خلق السميع، قال في ما ترى في خلق شنو؟ في خلق الرحمن من تفاوت إن لم تخن الذاكرة، فرج ها؟ أي فرجع البصرة هل ترى من فطور، ثم ارجع البصرة كرتين ينقلب. في خلق الرحمن يعبر القرآن الكريم، فارتبط عالم الخلق والتكوين بيش؟ ليش ما تجاوبوني؟ بالرحمة، بالرحمة. هذا الامتداد الثاني. الامتداد الثالث، وبه أختم حتى نروح للمصيبة. الامتداد الثالث، قبل الخلق رحمة، الخلق إجا من الرحمة، الخلق استمر بالرحمة،
الخلق لما اجى واستمر بالرحمة شنو يحتاج؟ يحتاج هداية. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يحتاج هداية، انتبه لي. القرآن الكريم يربط الهداية بالرحمة. تصدق؟ يعني الرحمة تمتد للهداية من بعد الخلق وقبلها وسعت كل شيء، صارت ثلاث امتدادات. طبعا ذاك يشمل الكل، ذاك الأول يشمل الكل، بس مع ذلك. الهداية اللي تجي من بعد الخلق مرتبطة بالرحمة. شلون؟ مثلا القرآن لما يتكلم عن القرآن يقول هدى ورحمة. هدى وشنو؟ ورحمة. هدى ورحمة. هدى ورحمة. يربط الهداية بمن؟ بالرحمة. وهذا الامتداد الثالث من امتدادات الرحمة في القرآن الكريم. وبعد اكو امتدادات كثيرة، كلش هم كثيرة، هاي اتركها الى الليلة آتية. ومن ثم القرآن لما يقول عن النبي وما أرسلناك إلا رحمة، نعرف يعني شنو النبي وامتداد النبي والتساق النبي بكل شيء شنو معناه. لما النبي يصير هو تجلي الرحمة الإلهية أعرف يعني شنو، والرحمة تمتد لكل شيء وتلتصق بكل شيء ويلتصق بها كل شيء ويتعلق بها كل شيء، والنبي يصير هو الرحمة للعالمين. فأعرف شنو معناه وما أرسلناك إلا رحمة، أعرف شنو معناه. كلام جميل. أكو استونا وصلنا الصلب الموضوع الآن، وصلنا الصلب الموضوع الآن. أترك الكلام فيه إلى الليلة الآتية. مجلسنا بأهل فضل بتلامذة الإمام الصادق، أتشرف بحضورهم وأتعلم منهم وأستفيد. الله يعزهم ويحفظهم ويديمهم ويحرسكم ويحفظكم ويديمكم ويعزكم. وأشكركم على حضوركم بهالوضع هذا الصعب. أشكركم كثيرا على حضوركم الطيب، وأعرف ما يدور في أذهانكم، ما يدور في قلوبكم. حكاية من القلب أقولكم أخيرة أخيرة، لا تصدقون أن المنبر الحسيني في يوم من الأيام يقف مع غير الناس أبدا، أو يلتصق بغير الناس بغير الجمهور. ما عندنا شرف إلا خدمة الحسين وناسنا، لا مسؤول ولا سياسي ولا فلان ولا علان ولا أي واحد. أهم شيء ناسنا، وأهم شيء أهلنا، وأهم شيء شبابنا، وأهم شيء شعبنا. وكل شيء غير شعبنا وناسنا وشبابنا وأهلنا بفلس ما نشتري. وحقكم بكل صدق وبكل ألم أقول هذا الكلام، بكل ألم وبكل صدق هم أقول هذا الكلام. رصيدنا ذول الشباب الكرام الأطياب اللي أرجو من الله أن يعزهم ويحفظهم ويديمهم بمحمد وآله الطاهرين. الآن خلونا راح من وقت الكثير مع الأسف، الآن خلونا مع الإمام الرضا. أكو رواية مناسبة شهادة الإمام الرضا عليه السلام. خلونا مع إمامنا علي بن موسى الرضا. نشكو إليه حالنا وما يجري علينا، ونحن شيعة آل البيت يعني لمن نشكو؟ نشكو لأئمتنا عليهم السلام. نخاطب إمام زماننا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوفرنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. أبو الصلت يقول الإمام الرضا قال لي المأمون دز علي، وأنت تعال أوقف بباب القصر. يا أبا الصلت، إذا أنا طلعت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني، إذا مكشوف الرأس ما مغطى كلمني يعني. يقول ودخل على الإمام الرضا عليه السلام. طبعا المأمون أنطد الإمام عنب مسموم. الإمام قال له: إلا أكل يو لا، يعني جبرا كون أكل يو بكيفي. قال له: لا كون تأكل. قال له: خلاص أكل. أكل الإمام عليه السلام ثم قام. قال: إلى أين يا ابن رسول الله؟ قال: إلى ما وجهتني إليه. طلع الإمام عليه السلام وهو مغطى الرأس. أبو الصلت عنده أمر أن ما يكلم الإمام الرضا عليه السلام. يقول مشيت خلفه، وصل إلى داره، كشف رداء عن وجهه، قال لي: يا أبو الصلت، سد الأبواب، اغلق الشبابيك، قفل البيبان، سد الشبابيك. قلت له: ما الخبر سيدي؟ ايش صاير؟ وضعك مو طبيعي.
قال لي سوي اللي أقول لك إياه، سد البيبان، سد الشبابيك، لا حد يدخل علي. يقول سديت الأبواب، سديت الشبابيك. اجيت أرد أشوف الإمام شنو بي، شنو مغطى الرأس، شنو اللي تكلمني، شنو أقفل الباب، شنو سد الشباك. أول مرة الإمام الرضا يقول لي، يعني أنا مرافق الإمام الرضا، هذا ما صاير. شبي الإمام يقول اجيت هذه الحجرة شفته يقوم ويقعد. يقول حسبت له بفترة قصيرة 50 مرة قام وقعد. قلت له ما بك يا ابن رسول الله، ايش صاير؟ قال لي يا أبا الصلت، لقد تقطعت أحشائي، لقد سمني هذا الخبيث، سمني طامعي لمسه، وأشعر أحشائي تتقطع يا أبا الصلت. يقول وشفت يلوج متهذي على شيء. يقول لي يا أبا الصلت ارفع فراش الحجرة. الفراش الجواي شيله. قلت له ليش؟ قال لي لكي أموت على الرمل كما مات جدي الحسين، مثل ما الحسين. يقول شلت الفراش، قام يجود بنفسه يقلب بروحه على الرمل سلام الله عليه. يقول كل ساعة يقول لي ما بين فد واحد، ما اجى فد واحد. قلت له منين يجي الواحد وانت قلت لي سد البيبان وسد الشبابيك يا ابن رسول الله؟ انت مو امرتني اقفلها؟ قال لي ايه امرتك وخليها مقفولة. يقول قلت له شنو يعني يجي واحد بعد اذا البيبان مقفلة؟ منو اللي يجي؟ يقول يتركني الامام ما يجاوبني. بعد قليل حسيت اكو حركة بالبيت. قلت هذا منو بالبيت؟ اجيت يقول شفت طفل عمره 7 سنين 8 سنين لابس عمامة عباية، سلم علي، سماني باسمي، يعرفني. قلت له عليكم السلام. يقول أشبه الناس بالرضا، جمال عمامة وعباية، جمال أحلى من الشمس، أحلى من القمر. قال لي يا أبا الصلت أين أبي الإمام الرضا؟ وين أبوي؟ هذا جاي من المدينة طبعا. قلت له من أنت؟ أسمع صوت الإمام، دعه يا أبا الصلت، فلقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. هذا الإمام الرضا فارق الإمام الجواد، وعمر الجواد 3 سنين 4، والإمام الرضا جابوه الخراسان، وبعد ما شافوا إلا وقت الاحتضار، والإمام الرضا ما عنده غير الجواد، فمشتاق له وليده، ما شايفه وليده، الله أكبر، مشتاق له وليده، صار لسنين ما شايفه وما شاف إلا وقت الاحتضار. قال له دعه يا أبا الصلت، فلقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. يقول هو هم تركني وإجا لأبو وقع على صدري. قام يسولف ويا شخبار العلويات، فلانة شلونة، فلانة شلونة، فلانة شلونة. قال له كن مشتاقات عفتن، خايفين خايفات عليك أبتا. أوصاه بوصاياه، عهد إليه بعهده، إمامنا الثامن في أرض طوس، إمامنا الثامن في أرض طوس، قضى غريبا وهو شمس الشموس. هنيا لمن زار قبرك يا علي بن موسى، الرضا في هذه الليلة، إمامنا الثامن في أرض طوس، قضى غريبا وهو شمس الشموس، مثل أجداده المظلوم لابد ينشتل بالسم، مو يولا يا با، مثل أجداده المظلوم لابد ينشتل بالسم، لو ينذبح مثل حسين. يا جماعة الإمام الرضا إذا ما يسموا يذبحوا، مثل أجداده المظلوم لابد ينشتل بالسم، لا ينذبح مثل حسين ومن نحر يسيل الدم. زين إذا ما ذبحوا شو يسووا له؟ لا ينذبح مثل حسين ومن نحر يسيل الدم، لا ينعصر خلف الباب وصدر بعصره يتهشم. زين اذا ما هشمه وصدره شو يسووا له؟ لا تتقطع جفوفه. الله الله يا با، لا تتقطع جفوفه مثل عباس نعم العم، لا تتقطع جفوفه، جفوفه مثل عباس نعم العم. اي والله شيع الامام عليه السلام،
هذا يوم التقى بي الحبيب بحبيبه، واكو يوم ثاني التقى بي حبيب بحبيبه، ولكن التقى بي والحسين راس ما عنده. لما جاء الى الحسين ليدفن الحسين، قبل لا اقرأ الابيات يا علي ابن موسى الرضا، نمت على الرمل ومت على الرمل كما مات جدك الحسين كما اردت، ولكن الرمل الذي نمت عليه كان تحت سقف بيت، اما الرمل الذي نام عليه جدك الحسين انا طريت الزلم والخيل والنار. انا طريت الزلم والخيل والنار، ولا تانيت يسجن عجل غبار. هاي زينب اجيتك ورده شوف اش صار، ما صار خويا ما صار، لقيتك عالرمل ودر الرمل حار خويا، لقيتك 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 عالرمل ودر الرمل حار يا 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 بحار هاغر هاغر. اكو ابيات احبهن يا جماعه، انتوا عرب انتوا عرب، هاي اللغه تعرفوها، هاي الثقافه تعرفوها، شوف شلون حكايات توجع القلب. تقول لي يا سليل النبي الهادي من الخيم مذعوره جيتك، يا عزيز امي الزهره حرقه وخيمنا ولفي، انا ماي ما ظل انا بعيني بدمع عيني شاسقيتك، بالمهد جبريل هزك بالدمع مخضب لقيتك. اسمع خويا هاي هاي هاي، عد العرب عاد وانا على عاد اعتنيتك. هاي عد العرب عاد يا يا بعد العرب عاد. والله ما الواحد يشوف ثوبه، والله انا ما ادري ذول القتلة والحسين منين ذوله، مسوخ ذوله. خويا هاي عد العرب عاد وانا على عاد اعتنيتك. شنو زينب العاد عد العرب؟ الجار لو ينهضم جار بالعجل قلا نجيتك. يا بالجار الجار الجار لو ينهضم جاره بالعجل قلا نجيتك. خويا لا تحسبوني اختكم حرمة مهضومة ونخيت، خويا لا تحسبوني لا تحسبوني اختكم حرمة مغضومة ونخيت، ما تريح من ضعنكم جت نشدك شنه رايك شنه نيتك يا اخوي، ما تريح من ضعنكم جت نشدك يا اخوي يا اخوي يا اخوي، انا جت نشدك شنه رايك يا اخوي، يا تنجدك شنو رايك شنو ليتك يا اخويا. طولي عليك، هاي لما افضح حرقت قلبي زينب، والله حرقت قلبي زينب، هاي لما اخذوها من كربلاء شقرا لك من قلبي ترى قاعد اقرا لك، هاي لما اخذوها من كربلاء هيك قالت، قالت مردينا يا حاج الضعن على المغا، مربينا يا حادي مربينا مربينا يا حادي الضعن على الماء يرفرف فوق راسه بعد على الماء، يا يابا على الماء قل شلون امشي بدون علماء، مو هذا ايش فيني شلون ما يدري، قل شلون امشي بدون علماء، شق العباس من يعتب عليه.